مرحبا بكم مشاهدي ومتابعين قناة شوف تي في، قناة الشعب، قناة صوت لمن لا صوت له، في هذا البث المباشر من منتجع سيدي بوزيد. وعاجل على المباشر ودائما ملف من الملفات. وهنا يعني كنلاحظوا في منتجع سيدي بوزيد رغم كاين اغلاق ديال بعض الملاهي، كاين بيع الخمور بطريقة عشوائية، يعني كما كتشوفوا في هذه البلاصة هذه، يعني بقرب من هذه البلاصة هذه فين كيتباعوا الخمور، يعني عشوائيين، رغم كاين انها ممنوعين انهم يتباعوا في هذا الوقت المحدد. وكاينين بعض الملاهي اللي عندهم القرار النافذ باش انهم يكونوا دابا انهم سادين محلين، ولكن للاسف اننا هنا كنشوفوا يعني العكس ديال القرارات ديال بعض المسؤولين. كما كتشوفوا هنايا كاين يعني المقاهي والملاهي، عفوا باش المقاهي الملاهي اللي باقيين حالين حتى لدابا، اللي فيهم الشيشه، فيهم بيع الخمور كما كتسمعوا، يعني مبلبله يعني القضيه هنايا في سيدي بوزيد. بغينا نعرف فين هما المسؤولين، فين هما الناس ديال الجهات المعنيه، فين هما الناس اللي خذوا هذا القرار هذا، رغم انه دابا راه باقي مفتوحين بحلول يعني راس السنه. يعني هنا كنشوفوا خروقات عديدة بمنتجع سيدي بوزيد. يعني كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر غنهضروا على بعض الملاهي، وبلا ما ندويو على لاكافات اللي فيه اللي كيتباعوا منهم الخمور اللور. اول يعني الدورة الاولى ديال سيدي بوزيد كاينة لاكاف كيشريو منا الناس الخمور، رغم انه في هذا الوقت هذا كان خاصهم يكونوا تسدوا جميع بيسريات لبيع الخمور، ولكن للاسف هنا كنشوفوا خروقات للقانون بواحد الشكل كبير. اين الناس المسؤولين؟ اين الناس المعنيين بهذا الامر هذا؟ الله اعلم. لذلك كما كتشوفوا معنا مشاهدين متبعين قناة شوف تي في، قناة الشعب، حنا مازال مواصلين معكم في هذا البث المباشر الى حدود انتهائنا. وسنة سعيدة على جميع الناس من طنجة حتى القويرة. يعني مرحبا بكم مشاهدي ومتبعين قناة شوف تي في، قناة الشعب. الموضوع ديالنا هو حنا كنتواجدوا بمنتجع سيدي بوزيد بقرب من دخلة ديال مولاي عبد الله، ولكن كنتفاجئوا بزاف الملاهي حالين، يعني وبزاف يعني الناس يعني خارقين للقانون، رغم كاين اغلاق ديال بعض الملاهي، بعض المحلات اللي كتقام فيهم الشيشه او بما ينازي ذلك. ولكن للاسف هنا كنشوفوا العكس ديال هاد القرارات اللي ما عرفناهمش واش قرارات يعني صارمه او لا. يعني احنا اللي بغينا من الناس المسؤولين انهم يتدخلوا اقرب وقت ممكن لايقاف بعض هاد الملاهي هادو اللي مشكلين خطر كبير على المواطنين والمواطنات. شوفوا كيف ما كتشوفوا هذا البراج، يعني الصراحه يعني تبارك الله على كاع جميع الرجال الدرك الملكي او رجال الامن الوطني على استنفارهم الامني في هذه ليله راس السنه. الحمد لله كنا هذا الشيء اللي باغين وهذا الشيء اللي كنا ناويين الصراحه. علاش يعني كاين واحد القرار ما كيطبقش، كاين قرار علاش ما كيطبقش؟ ما عرفتش باقي لحد الان، انا ما عرفتش علاش هذا القرار علاش ما كيطبقش. انا كاين قرارات باش انه يتسدوا جميع الملاهي وجميع بما يخص المقاهي ديال السيسا او بما ينادي ذلك،
بلا ما ندوي على المجال الحضاري لانه فيه خروقات كثيره وكثيره بلا ما ندوي عليها. حنا كندويو دابا على هاد على 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 المنتجع سيدي بوزيد اللي الصراحه انه مازال خاصو اعاده النظر. وتحيه الرجال القوات المساعده طبيعه الحال حتى هما مازال يعني خاص اعاده النظر بحال يعني هاد هاد هاد, هاد, هاد الناس هادو. وتحيه الرجال يعني الدرك الملكي كما كتشوفوا يعني اللي كتشوفوا هنايا يعني سهرانين على هاد على هاد على هاد ليلة راس السنه بطبيعه الحال كما كتشوفوا في البث المباشر. كنشوفوا يعني الصراحه كاين استنفارات امنيه كبيره في جميع المناطق اللي يقدر يكون فيهم شي شغب او شي نوع من هذا الشيء. هذا الحمد لله لينا حشومه بنادم اللي شوف 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 هذا قرار داروه خاصو يطبق بلا غير. قرار دار خاصو يطبق. هذا الشيء حنا اللي كنعرفو. قرار قرار ما فيه لا هادي لا هادي. تا تولينا اذا شي كارثه ولا شي حاجه عاد باش الانسان ينوض يديكاد وينوض يدي لا راه خاص على الاقل الانسان يعتق الموقف واحد شويه. بطبيعة الحال راه عدم الاناره في منتجع سيدي بوزيد امر الفطوات كاينين والضوء ما كاينش. هانتو كيما كتشوفوا الملاهي هانتو ملايين عامرين الدنيا عامرة ولكن للأسف هذا الشيء اللي كنشوفوه صراحة غير طبيعي. واخا زعما الصراحه هاد العام هذا راه ما كاينش شي فاوضى بحال الاعوام اللي فاتوا. غنوريكم اخر مره بعد البلايص اللي خارقين للقانون يعني بعد اماكن اللي خارقين للقانون الصراحه. يعني بحال هاد الفيلا اللي كتشوفوها هنايا هادي كيتباع فيها الشراب من لاكاف لو. يعني الصراحه هنايا ما فهمناش هاد الشيء هذا ما فهمناش يعني منين جابوا هاد القانون هذا اللي باقي لحد الان حنا ما فهمناش. يعني هنايا هاد الفيلا القنتانيه اللي كيتباع كيتباعوا الخمور اللور لاكاف ديالها تمايا كيتباعوا الخمور. انا ما فهمتش يعني هنايا كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر يعني كتشوفوا معنا صراحة دوز دوز الله يرحم الوالدين اللي عنده شي أطفال يحاول يشدهم. أنا كنستغرب ملي كنشوف دريه صغيره ودري باقي صغير خارجين شادين بعضياتهم في راس العاب. والله ما فهمت علاش لحد الان ما عرفتش الوالدين واش حتى كطرا شي كارثه عاد باش كينوضوا كيبداو يغوتوا ويبداو يلوموا في راسهم.
ما تلوموش ديك الدريه، ما تلوموش داك الدري، الو موريوسكم. واش الوقت اللي كانت الدريه كتخرج فيه وكانت الدريه في الغداء؟ انا غادا عند صاحبتي، صافي سيري. الاب ما كيراقب، الام ما كتراقب، وكيف كيفاش عرفتوها نتوما راه غادا عند صاحبتها نيشان؟ كيفاش عرفتوها؟ راه الصراحه سي بيزار ملي كنسمعوا هاد الحالات بحال هاد الشيء. عرفتو غيضرب، شوف والله إلا عرفتو، شوف شوف ها هو كيما كتشوفو معانا واحد حالة السكر، حالة السكر حاليا راه هو ضرب الطروبيل أورب. ضرب الطروبيل أورب، شوف غنحاولو نقربو ليه شوية. حتى البراز ما وقفش فيه، البراز ما وقفش فيه. ما فهمت الصراحة، الإنسان خاصو حدا راسو واحد الشوية. والله إلا بانت هاكا هاكا. هو هذا شوف 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 شوف